أولياء وأباء تلاميذ الإمام علي بالمشاركة مع جمعية أولياء وأباء تلاميذ إبليل وكذلك ودادية التضامن لسكان إبليل. تحت شعار العمل الجمعوي في خدمة العملية التعليمية إننا نرحب بكم، وخير ما نفتتح به هذه الحفلة آيات بينات من الذكر الحكيم يلقيها فضيلة الإمام العفوي محمد، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الله أكبر. صدق الله. لجمعية أولياء وآباء تلاميذ الإمام علي وجمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة إبليل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. السادة آباء وأولياء التلاميذ، السادة أساتذة وإداري إعدادية الإمام علي، السادة معلمي مجموعة مدارس إبليل وفرعية غرفان، الإخوة في وداديات الوحدة، التضامن إغير، الأمل، النطق، اليد في اليد، القصبة، اللجنة التحضيرية لوداديا سيدي بويلبك، الإخوة في جمعية الهدف وجمعية مطار للثقافة والتربية، فلذات أكبادنا في كل من إعدادية إمام علي ومجموعة مدارس إبليل وفرعية غرفان، سكان حيينا الكرام، نشرف جمعية آباء وأولياء تلاميذ إعدادية الإمام علي
جمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس إبنين ودادية تضامن السكانية أن ترحب بكم جميعا في إطار هذا الحفل الذي اخترناه أن يقام بهذه الفسحة وسط حينا ليشارك الآباء والأمهات أبناءهم فرحة النجاح والتفوق وللتأكيد على أن المؤسسة التعليمية لا يجب أن تظل متقوقعة في دائرتها المغلقة بل ينبغي أن تنفتح على محيطها لأنها جزء فعال منه ومن المجتمع ككل. أيها الحضور الكريم، تنظم جمعياتنا بتنسيق فيما بينها هذا الحفل الذي اخترنا له شعار العمل الجمعوي في خدمة العملية التعليمية احتفالا بنهاية الموسم الدراسي 97-98 وتكريما لثلة من التلاميذ المتفوقين في كل من إعدادية إمام علي، مجموعة مدارس إبنين، فرعية الغربان، روض الأطفال بإبنين وكتاب إبنين لما بذله من جهود قيمة وجبارة خلال السنة الدراسية المنقضية كللت بالنجاح وحققت نتائج مشرفة وسارة. وبهذه المناسبة فإننا نتقدم إلى كل تلاميذ متفوقين باسمنا الخاص ونيابة عن أسرهم وذويهم ومدرسيهم بأحر تهانينا وأصدق متمنياتنا لهم بمزيد من المثابرة والتوفيق. وإننا نحتفل بتفوق هؤلاء التلاميذ فإننا نتغير تحفيزهم على بذل مجهودات إضافية ومتواصلة خلال مسيرتهم الدراسية، ونستهدف خلق جو من المنافسة الشريفة بين جميع التلاميذ في إطار إقبالهم على تحصيل العلم والمعرفة. ولعله من نافلة القول الإشارة إلى أن نهضة أي أمة لا تقوم لها قائمة ما لم تولع عناية خاصة لقطاع التعليم وما لم يقبل أبناؤها على الارتواء الدائم والمستمر من حياض العلم وينابيع المعرفة. وإن أهمية التعليم لا تزداد خطورة متى استحضرنا أننا على عتبة القرن 21، هذا القرن الذي لم يعترف فيه بأنصاف المتعلمين فأحرى الأميين، إذ أن هؤلاء وأولئك لم يجدوا فيه لأنفسهم موطئ قدم. وترتيبا عليه يتضح جليا أن السلاح الوحيد الذي به نستطيع أن نلج عتبة هذا القرن آمنين مطمئنين هو العلم، هو الإقبال على التعلم الذي من شأنه أن يبدل العتبة التي تحيط بنا وتكبر خطانا. وغني عن البيان أن التعليم هو الذي يمد المجتمع بكل الأطر التي هو في حاجة إليها، ولذلك لن نبالغ إذا قلنا بأنه يحتل المجتمع مرتبة القلب في الجسد، فهو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في سياق آخر: مضغة إن صلحت صلح الجسم كله وإن فسدت فسد الجسم كله. ولذلك فنحن في مسيس الحاجة إلى تشجيع أبنائنا على الدراسة وتحسيسهم بأهمية الإقبال على التعلم ضدا على كل الأفكار الهدامة التي يراد منها تيئيسهم وإحباطهم وإيهامهم بانسداد الأفق ولا جدوى متابعة الدراسة. إننا أيها الحضور الكريم، أيها الآباء والأولياء، أيها التلاميذ، يجب أن نثق بأن القدرات الخلاقة كاملة فينا وبأننا بتضافر جهودنا قادرون على أن نحقق نتائج ممتازة تشرفنا وتشرف مؤسساتنا التعليمية ومجتمعنا. ولعل أقرب مثال يستدل به على صحة قولنا هما أولى التلاميذ المحتفى بهم والذين حققوا نتائج صارة تبشر بغد أفضل. وختاما لا يفوتنا أن نجدد تهانينا الحارة إلى التلاميذ المتفوقين متمنين لهم الاستمرار في المثابرة ولبقية زملائهم بذل المزيد من العطاء وتفجير طاقاتهم الكاملة، كما لا يفوتنا أن ننوه وبحرارة بالمجهودات الجبارة التي ما فتئ رجال التعليم من إداريين وأساتذة ومعلمين يبذلونها في صمت ونكران ذات في سبيل تعليم أبنائنا وتربيتهم، كما يطيب لنا أن نغتنم هذه الفرصة
لنتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من الإخوة في جمعية الهدف وجمعية مسار للثقافة والتربية، وإلى الأستاذ محمد العربوي على قبولهم دعوتنا كما عودونا للمساهمة في إحياء هذا الحفل وتنشيطه. كما نحيي بحرارة كل من ساهم من قريب أو بعيد بالإعداد لإنجاز هذا العمل. وأخيرا نجدد الترحاب بكل الحاضرين، ونتمنى أن ترقكم فقرة هذا الحفل وأن يحقق الأهداف التربوية النبيلة التي رسمناها له. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم. بنشيد ترحيلي نرحب فيه بالحضور الكريم، كما نرحب فيه بمجموعة مدارس صغرى التي حضر أبناؤها لمشاركتنا هذا الحفل. إذن أطفال الأعزاء، غادي تسمعوا معايا لهذه الكلمة ديال النشيد باش نرددوه جميعا. غادي تردوا معايا النشيد، فيه كلمة قليلة تقول: شرف الله يا من شرفتنا بالحضور، جئتم شرفتمونا، أهلا بكم فلنعيش مسرورين. إذا غادي تعاودوا معايا: شرف الله شرف الله يا من شرفتنا بالحضور، يا من شرفتنا بالحضور، جئتم شرفتمونا، أهلا بكم فلنعيش مسرورين، أهلا بكم فلنعيش مسرورين، جئتم شرفتمونا، أهلا بكم فلنعيش مسرورين. شكرا. والآن مع تلامذة مجموعة مدارس بغراط في نشيد الطفولة، وكذلك لوحة فنية أبو سعدية. شكرا لأطفالنا الصغار. Thank you.
شكرا شكرا جزيلا لأطفال مجموعة مدارس بوغرارت الذين أتحفون بهذه اللوحة الجميلة، والتي نتمنى أن تكون دائما مشاركة فعالة وأن تعطي نموذجا لتشارك التلاميذ في جميع المدارس، وأن تعطي كذلك قدوة ومثالا حتى يكثر مثل هذا التشارك وهذا الاجتماع. والآن أعزائي الأطفال، إلى بيت نديرو عاوتاني شي نشيد آخر ولا ندوزو للأغاني؟ نديرو ديال البشكليتا. ها تيريريريتا تيريريريتا ركبة بشكليتا ركبة بشكليتا طالع ولا هابط طالع ولا هابط هابط ولا طالع هابط ولا طالع والبشكليتا والبشكليتا اي 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 على البشكليتا اي 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 على البشكليتا قلنا على البشكليتا العرباوي على البشكليتا والبنات على البشكليتا والاولاد على البشكليتا والبشكليتا اي 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 على البشكليتا والحيحي على البشكليتا والحيحي على البشكليتا والبشكليتا اي 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 على البشكليتا شكرا. والان والثقافة أي فرقة الأغاني في جمعية المزار للثقافة والتربية الفنية ستتحفنا بأغنيتين، أغنية ذكرى ميسولوم وفي البالي أغنية، فليتفضلوا مشكورين. Thank you.
Thank you.
عن بلدي نامي حماه رأيت جسمك محمولا على الزمن وكان يرشح ألوانا فقلت لهم مسديا وكان خليل جره بقطرة شاد فوق وحل يدي وكان جسمك مسديا وكان خليل جره بقطرة شاد فوق وحل يدي على جسدي على جسدي على جسدي الحج تريك تتكلم عن الحج جمعية آباء وأولياء تلاميذ عبادية الإمام علي وجمعية آباء وأولياء تلاميذ مجموعة مدارس إمليل ووداد التضامن إلا أن تخصص فيه جوائز لتحفيزكم أيها الأطفال وأيها التلاميذ على العمل وعلى مواصلة الجهد والكفاح وحتى تؤدي واجبها أمامكم. والآن أطلب الحمصاني لبنى التي حصلت على الجائزة الأولى في الروض. هذه الجائزة سيقدمها لها الأستاذ أعصيت هبي. التلميذ رفيع الإله في مجموعة مدارس بغراب فليتفضل. له جائزة وكذلك شهادة تقديرية. ثم التلميذ في المستوى الثاني أدريان ياسين أي في المرتبة الثانية. سنقدم له الجائزة الأستاذ عباس عبد المال. المستوى الثاني أي من نفس المجموعة مجموعة مدارس مغرب حبار ربعة. سيقدم لها الجائزة الأستاذ أحمد بنطراوي.
الجائزة الثانية مع شهادة تقديرية كذلك للتلميذة حضار حكيمة. الجائزة الثالثة مع شهادة تقديرية كذلك العسري الطيبي، يقدمها لها الأستاذ جميل. جمعية الهدف للثقافة والتربية، هذه الجمعية التي تعتذر لكم أيها الأطفال الصغار على أنها لم تجد الوقت الكافي لكي تحضر لكم فرقة الأطفال الصغار الذين يغنون معها داخل الجمعية، ولهذا فهي تعتذر لكم كثيرا وتتمنى لكم التوفيق والنجاح في جميع أعمالكم. جمعيتنا هدف، جمعيتنا وجمعيتكم، نحن اليوم بين أحضانكم لتعانقونا ونعانقكم باللحن الجميل والكلمة الجادة. وبالمناسبة كنحيو ودادية إمليل على مثل هذه المبادرة هذه لما لها من أهمية وتحية. What's the matter with you?
الرباطي من بعد كشف الاسى كرين. والله الروح من أجلسة وريث الميت وتسول الكرغي صوم ضليان النراونسي والحبب ذي والديني غاز الكولاني وهلا إلى لا الله يقوم بذي الثلث الثلث وهلا إلى
اللي كيقولوا لنا الاباء ديالنا او اللي كبر منا شي حاجه
كيخصنا نتصنتوا لهم، ماشي لانهم غير صغار، لكن لانهم عندهم تجارب في الحياه كيعرفوا اللي مزيان واللي ما مزيان، ولهذا خصنا نتصنتوا لهم تجرى لنا كما جرى لابناء الحمامه. يلا اللي قلتلكم عاودوه معايا. ربا فاي 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 أم الحمام مرة أم الحمام مرة قالت لهم لا تخرجوا قالت لهم لا تخرجوا وضحكوا من قولها ولم يبالوا بالخطر فجاءهم الثعلب وآكل الحمائم وهذا هو جزاء من يعصى أمر أمه شكرا. والآن مع جمعية المصار مرة أخرى. Oh,
No.
ديال إعداديات الإمام علي. إذا كان والدها فليتسلمها. الجائزة الثانية في المستوى السابع دائما مع الشهادة التقديرية المحسين خالد. المحسين خالد يسلمها له الإدريسي مولاي عبد الله. المستوى الثامن الجائزة الأولى بغزلان. بغزلان يسلمها لها كاوش عبد الرحمن، الأستاذ كاوش عبد الرحمن. الجائزة الثانية في نفس المستوى الثامن عباس أشرف يسلمها له أبهوس الكبير، الأستاذ أبهوس الكبير. الآن مع المستوى التاسع الجائزة الأولى دائما مع الشهادة التقريرية لبويه مروان. يسلمها له الأستاذ زواد حسن. الجائزة الثانية في المستوى التاسع ساموس حمزة مع الشهادة التقديرية دائما. ساموس حمزة أبوه كاين بواه؟ إذا ملي ما كاين بواه كاين عنده 48 ساعة باش يجي تسلم الجائزة، فإذا ما جاش خلال 48 ساعة فراه غادي يسلموها لذاك اللي تابعوا في الرتبة. 48 ساعة كيسول في رئيس الجمعية خلال 48 ساعة يعني يومين من الآن إلى ما جاش راه غادي تسلم اللي تابعوه في الرتبة. وشكرا. الآن غادي نقدموا لكم واحد جوج الأطفال غادي يقول لنا واحد النشيد. راه ياخذها رئيس الجمعية عندنا. ويبيعها للشرايا نقص نقص يا قرايا.
عنده دروا 4 5 6 والقرب راجل مزيان شكرا. والان مع جمعيه الهدف للتربيه والثقافه. الان ربطت رفة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت جبان قلوبا بالمسكا والبنان حلي أملي قلي داخي ولي شكرا. من إنتاج الجمعية وتحية. We're not afraid.
قال والفاس تمارا قارت الناس
كيتات بحالة والفات وكلمة بقى in there.
المستوى الأول ميلودي ياسمين. ميلودي ياسمين يقدمها لها الكاتب العام لجمعية مصر الحربية عبد الحكيم. الجائزة الأولى دائما في المستوى الأول لضريحة عماد. لضريحة عماد يقدم له الجائزة عيد بوقدير سعيد. نمر إلى المستوى الثاني. الجائزة الأولى ودائما مع الشهادة التقديرية أربعة نجوى. أربعة نجوى يقدم لها الجائزة الأستاذ بن عمرو حميد. يقدمها لها بن كراوي. بن كراوي مولود الجائزة الأولى دائما في المستوى الأول كاوش دنيا. كاوش دنيا يقدم لها الجائزة علول محمد. الأستاذ علول محمد الجائزة الأولى دائما في المستوى الثاني البارون دي سفيان. البارون دي سفيان يقدمها له الأستاذ كرير عبد القادر. كرير عبد القادر هناك جائزة أولى دائما في المستوى الثاني هي مسجلة هنا ولكن لم نتوصل باسم الفائز بها من المسؤولين في مجموعة مدارس إبليم وسيحتفظ بها رئيس الجمعية دائما حتى نتعرف على اسم الفائز بها. رئيس الجمعية يقدمها له صغير الأستاذ إبراهيم. نمر الآن إلى المستوى الثالث. جائزة الأولى الرحموني رضا يقدمها له الأستاذ قلاوي علي. المستوى الثالث دائما سعيد كوريا يقدم لها الجائزة غفور عبد الكريم. إذا سيقدم لها الجائزة رئيس أو القاتل العام لجمعية الهدف بالنيابة أستاذ عبد الفتاح. أستاذ عبد الفتاح معياتي أبو غفور دائما الجائزة الأولى في المستوى الثالث يقدم له الجائزة الفقير عز الدين. الأستاذ الفقير عز الدين
محمود العواد. إذا سأتسلمها دائما رئيس جمعية مجموعة مدارس إبليم، وسأسلمها له الخشافي الكبير، الأستاذ الخشافي الكبير. سأسلمها له بالنيابة ابنه. كيف؟ الباروزي عبد الغني. سيسلم له الجائزة الأستاذ حسن بوضر. الآن نمر إلى المستوى الخامس. الجائزة الأولى دائما مع الشهادة التقديرية سامو السورية. إذا سيتسلمها دائما رئيس الجمعية. المستوى الخامس دائما الجائزة الأولى وكليش زين. سيسلمها لها والدها وكليش حميد. بوزيد ناصر. بوزيد ناصر. سيسلم له الجائزة الأستاذ مجداوي أحمد. سيسلمها له بنت براوي ميلو. والآن مع جائزة المستوى السادس. الجائزة الأولى شاكري فاطمة الزهراء. سيسلمها لها الأستاذ عمر شبين. الجائزة الأولى دائما في المستوى السادس حبيبة سليمان. سيسلمها لها والدها سليمان. هنيئا لأبنائنا المتفوقين. هنيئا لأبنائنا المتفوقين، ونتمنى إن شاء الله في السنة المقبلة أن تكون الجوائز أكبر وأعمالكم تتحسن أكبر وتأخذون الجوائز جميعا إن شاء الله. إذا نذكر دائما هاد الإخوة اللي ما جاوش الجوائز ديالهم 48 ساعة غادي يتصلوا برئيس الجمعية خلال هاد 48 ساعة ياخذوا الجوائز ديالهم، ولكن راه إلا ما اتصلوا به كتمشي دائما ذاك اللي تبعهم في المرتبة.